شيع خادم البيت لي ابن
نتائج المجاهيم الفردي الدق. الحاصلة على المركز الأول للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى بن خليفة. الحاصل على المركز الثاني زيد بن علي بن محمد البحيح. الحاصل على المركز الثالث مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. الحاصل على المركز الرابع عبيد بن محمد بن عبيد بن مرمان العامري. الحاصل على المركز الخامس صالح بن معيض بن صالح العلياني. أبو فهد جعلنا ما ننحرم جودة يا جعلها تبطي الأيام بفراقة. مالكنا